وقيت. تفضل والي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها كرومنا واكشف بها ذنوبنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي حضورنا ونشرنا ونشرنا وظلنا يوم القيامة على رؤوسنا وتثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون مستهون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نرى فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر لنا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إلينا أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا والمسلمين لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ألطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض
فرضخت من الأجنة في بطون أمهاتها والطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من لطفت الخلق السماوات والأرض فرضخت من الأجنة في بطون أمهاتها والطف بنا والمسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك ديننا واهلك الكفرة أعداءنا وامننا في أوطاننا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا 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 ولي أمورنا